يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يكون الإنسان مجاب الدعوة؟ وهل يكون هذا للمؤمن العاصي أيضا؟ هذا عند الله، يكون مجاب الدعوة عند الله، الله يعلم سبحانه وتعالى. وقد يجاب الدعاء بسبب الضرورة، حتى الكافر المضطر استجاب دعاؤه، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. والمشركون يدعون الله إذا أشرفوا على الهلاك في البحر، فالله يستجيب لهم وينجيهم من الهلاك، فالمضطر استجاب دعاؤه، المظلوم استجاب دعاؤه. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، ولو كان المظلوم كافرا استجاب دعاؤه على الظالم.